الاستمرارية دي 2019 2020 احنا عندنا موعد اليوم مع أول لقاء جهوي تباري مسلم تباري يهم فئات عمرية صغار الكتاكيت كتاكيت وفراعين وشبان ذكورا وإناثا وبصفة إعدادية للشبان والكبار. عدد المشاركين اليوم بلغ 284 مشارك تنتميو ل 26 جمعية من أصل 47 جمعية من الخارج. الأجواء اللي مرات فيها اليوم واللي باقي نحن في الصدد ديال البطولة غادي الحمد لله مريحة. الآباء والأمهات كتشوفوا اللي كيف حاضرين معنا بقوة لله الحمد. وصلنا اليوم ثلاثة أبسطة استدعاء 70 من الحكام ديال العصبة 30 حكام منهم 6 حكام الحمد لله. وصلنا دابا 8 حكام قاريين وحكمين دوليين. المشاركين اليوم فيهم اللي هما مشاركين على مستوى الجهة وكاين مستوى اللي هما أبطال وطنيين الحمد لله مشاركين معنا اليوم. إن شاء الله كنتمناو مزيان. العصبة راه دابا عندها 24 نشاط جهوي في السنة منها أنشطة رياضية بهذا الشكل في التسنايف سواء في الكارطة ولا في الكيميتي. كاين كأس ديال العرش كيكون النسخة الثانية غيكون الثالثة هاد السنة إن شاء الله. كاينين تكاوين أخرى سواء في التحكيم سواء في التقنية الإسعافات الأولية هادو كلهم العصبة كمكتب مسير كرؤساء اللجان كيسهروا باش ينجحوا هاد البرنامج. والحمد لله كاينين تسهيلات كاينة قاعة مخططة الحمد لله ديال البلاد كتلبيها بحدا هاد الرغبة هادي عندنا متنفس كبير الحمد لله لأن العدد ديال المشاركين ما يمكنش يتلعب في شي شيء في فضاء ضيق الحمد لله بعد هذا مكتسب. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع وشكرا للاخ ديالنا اللي استضاف الافاد ديال الاخر وتحيه. الله يحفظك تبارك الله. مجحد عبد السلام امين المال ديال الوزاره ديال الكهرباء في مصر الاقليميه ديال التقني. غادي نتكلم ما هو ما هو تقني بالنسبه للصعيد الجهوي. الحمد لله في هذا الاطار ديال هذه الثلاث سنوات الاخيره تحملت فيها مسؤوليه ديال الاداره التقنيه. كاين واحد التحسن ديال واحد تقريبا 80 ل 90% ديال التحسن لدرجه انه الدليل هو انه عندنا تقريبا اربعه ديال العناصر اللي كتمثلنا كتمثل العصبه ديالنا في داخل المنتخب الوطني اللي الحمد لله من بينهم واحد اللي حرز على وصيف بطل العالم في البطولات العالم اللي دارت بالشيلي مؤخرا ومؤخرا ثاني في تونس. جوج ديال الوليدات تقلصوا لنا الاول الاوزان ديالهم في البطولات الافريقيه شمال افريقيا وحتى في البطولات الافريقيه اللي دازت في شهر 4 اللي داز وعاود كانوا شاركوا معنا في البطوله العربيه ثاني عاود ثاني كانت نتائج الحمد لله جد مشرفه اللي كانت فيها التصنيف الاول في سمو ودار التصنيف الثاني والحمد لله. هذا كيدل على ان كاينه واحد استراتيجيه تعمل كنحطوها من بدايه الموسم مع المكتب المسير اللي هو حتى هو مشكور من هذا المنبر هذا اللي كنوجه ليه الشكر خاص على الدعم ديالو والسهر على ملي كنحط انا شي برنامج كنطلب شي برنامج كنطلب انه يكون واحد اللقاء ولا شي تدريب ولا شي حاجه مباشره كيستجبوا لهذه المساله. وحتى بالنسبه للبطولات الوطنيه الحمد لله الوصفه دابا ولات فارضه راسها في البوديوم يعني في الرتب هذا كيفيد حتى هو على هذا العمل اللي جات اللي ولينا الحمد لله وصلنا ليه. وكنا كنلعبوا كما قال السيد الرئيس مسبقا كنا كنمشيو غير 20 جمعيه 25 كانت عن طريق 35 جمعيه لكن هاد الثلاث سنوات الاخيره الحمد لله تحدينا واحد بعض الظروف اللي هي صعبه لان المنطقه معروفه بالضعف المادي ديالها اللي وصلنا تقريبا 47 جمعيه وتقريبا راه وصلنا 2300 حتى 2400 منخرط. هذا كيدل على ان الناس راه حاسه بان كاينه مسؤوليه وكاين الناس اطر الحمد لله ما عادش نبخلوا على نذكروا الفضل ديال الاطر كما قال السيد الرئيس. كاينين جوج اطر دوليين تبارك الله وكلهم اعضاء في اللجنه الوطنيه ديال التحكيم وفي اللجنه ديال الامتحانات ديال الاحزمه السوداء. وحنا عندنا كما قال تقريبا
في يد الحكام القاريين وشي تقريبا 6 ديال الناس اللي كيمثلوا القضاة الوطنيين في اللجنة ديال الامتحانات ديال الأحزمة السوداء. هذا راه تيدل على جمال عمل جماعي وعمل جاد، ونتمنوا ان شاء الله مستقبلا حنا كنطمحين ثاني ان يكون عندنا اكثر عدد ديال الحضور ديال الحكام ان شاء الله الرحمن الرحيم، بما فيه باش الاخوان اللي غادي يزيدوا الدرجه الثانيه في التحكيم في البطوله الافريقيه اللي غتكون في طنجه اللي غتحضر فيها 54 دوله ديال افريقيا. وان شاء الله الرحمن الرحيم كنطمحوا وكيوجدوا الاخوان ثاني باش يتزاد حتى كثروا ندير على شنو. وشكرا للتغطية ديالكم، ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الصدى يوصل ابعد ما يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم، وشكرا بالتوفيق.